مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. النهارده عندنا ملفات كثيره جدا جدا في المحترف، النهارده عندنا يعني كاس العالم، كاس العالم خلاص على بعد شهور وانطلاق اكبر مسابقات على العالم في كره القدم كاس العالم، هنتكلم عليه بالتفصيل الفرق خلاص اللي وصلت حظوظ الفرق ايه، هنتكلم بالتفصيل عن كاس العالم القادم. وكمان هنتكلم عن الميركاتو، الميركاتو الصيفي المشتعل في اوروبا. هنعرف اخر التطورات ايه ونعرف كمان اخبار نجومنا المحترفين خارج مصر على مستوى البريمير ليج وخارج البريمير ليج، كمان كان دورهم ايه السنه دي؟ ايه الارقام اللي حققوها؟ وايه مستقبلهم في الفتره اللي جايه؟ كمان هتكلم وقبل طبعا ما نتكلم على بعض الاخبار السريعه في الكره العالميه خلينا اكيد كلنا بنتكلم على مباراه القمه ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي طبعا انتهت بالتعادل 2 2 وجهه نظر شخصيه النادي الاهلي خسر النوك اوت خسر النوك اوت ايه هو النوك اوت النوك اوت دايما بنلاحظ في الملاكمه يعني يعني في تشابه كبير جدا رغم اختلاف اللعبه بشكل كبير لكن النوك اوت موجود في الملاكمه في اللحظات اللي بيبقى فيها الملاكم مسيطر بشكل كبير جدا والمنافس في حاله يرصى لها اعتقد لازم يكون في النوك اوت النادي الاهلي بدايه أكتر من رائعه هدف مبكر عن طريق محمد شريف زي ما حضراتكم شايفين استحواذ سيطره كاملة على المباراة من من تحضير من استحواذ من هجمات ولكن انتهى الشوط الاول بنتيجه واحد 0 فقط ويجي الشوط الثاني عشان المنافس يرجع ثاني لاجواء المباراة ويرجع ثاني عنده المساحات وعنده المساحة وعنده القدرة كمان على التسجيل. النادي الاهلي امبارح كلنا يعني كنا متفائلين جدا في اول ربع ساعة. اخر المباراة اعتقد كان فيها شيء كبير جدا جدا من الزعل زعل عوده المنافس نادي الزمالك بعد نتيجه التعادل بعد واحد واحد بعدها بخمس دقائق نادي الزمالك بيحرز الهدف الثاني عن طريق شيكابالا وتنقلب الامور حتى طبعا التغييرات الموفقه جدا من كابتن سامي قمصان عن طريق طارق محمد طاهر طاهر محمد طاهر بيحط كرة ولا اروع ليه صلاح محسن عشان يكون هدف التعادل. خلينا نتكلم وجهه نظر مختلفه شويه، خلينا اناقش مع حضراتكم الموضوع بيبقى ماشي ازاي؟ ازاي ان احنا جماهير النادي الاهلي معظمها كان بصراحه كان حزين، طب ليه حزين؟ بالرغم ان احنا كمان الشوط الثاني ما كناش مسيطرين بشكل كويس وكان ممكن جدا بكل امانه نادي الزمالك يحرز الهدف الثالث. لكن كنا حزنانين عن زي ما بقول لكم مقوله النوك اوت في الوقت وده اللي اتعلمناه من مدربين كبار جدا حتى على مستوى اوروبا انا عشت هناك وعارف اللي بكلمك فيه دايما المدير الفني او المدرب يقول لك في لحظات في المباراه ما فيش فريق بيبقى مستحوذ طول المباراه المباراه راحه جايه في الوقت اللي انت متفوق فيه وعندك قدره كبيره جدا عن السيطره وعن انك تجيب اهداف الجانب الاخر يكون عنده توتر واضح جدا وده اللي كان موجود في نادي الزمالك امبارح، في اللحظه دي لازم تعمل النوك اوت هدف بعديه ضغط كبير جدا عشان تحرز الهدف الثاني عشان تعمل بعديه ضغط كبير جدا عشان تعمل النوك اوت الهدف الثالث. حضراتكم ده اللي حصل في مباراه الدور الاول. هدف الاول الثاني الثالث خلاص سيطرنا وصلت النتيجه في الاخر ل 5 3، حتى في الفترات اللي ممكن يرجع فيها المنافس او نادي الزمالك للمباراه بيقول بيكون خلاص المباراه انتهت يعني اتقلت اتقتلت يعني بلغه كره القدم. فمباراه امبارح زعلنا على الشوط الاول جدا، الشوط الثاني كان طبعا تغييرات الكابتن سامي قمصان وخلي بالكم الكابتن سامي قمصان يعني كان عليه ضغوط كبيره جدا جدا، اول مباراه قمه بالنسبه له، في وجهه نظري ادارها بشكل جيد مش هقول بامتياز لكن كان في بعض الاخطاء اكيد على مستوى التغييرات على مستوى يعني الشوط الثاني وفتح الملعب بشكل كبير لكن زي ما بقول كابتن سامي قمصان له كل الاحترام وله كل يعني يعني المسانده من جماهير النادي الاهلي ومن اداره النادي الاهلي لانه مدرب واحد مدرب واعد وعنده خبرات كبيره جدا جدا اكيد كان المباراه صعبه عليه كنا نتمنى الفوز اكيد النادي الاهلي دايما بيلعب على الفوز يعني احنا مش فرحانين بالتعادل لا احنا زعلانين ان احنا تعادلنا لان النادي الاهلي دايما بيبص للفوز ولكن في زي ما بقول لها حضراته اخطاء ولازم نتعلم الاخطاء ديت لما يكون المنافس اللي قدامك عنده نوع من انواع التوتر عنده عدم ثقه في حاله يعني سيئه من الحاله الفنيه والبدنيه لازم في الوقت ده تخلص المباراه القادم ان شاء الله يكون افضل للنادي الاهلي عندنا لسه مباريات كثيره عندنا غزل المحله ان شاء الله يوم الاربعاء يليها مباراه بيراميدز في كاس مصر ان شاء الله الدور قبل النهائي ده على مستوى مباراة القمة وطبعا لما بنربط لازم نتكلم على المدير الفني القادم للنادي الاهلي والمدير الفني القادم للمنتخب المصري الاول وانا ماشي دايما الناس بتسالني مين يا كابتن مدرسه ايه مدرسه ايه اللي جايه خليني اقول لحضراتكم برضو موضوع المدرسه ده انتهى تماما يعني موضوع ان المدرب من مدرسه معينه مدرسه المانيه فرنسيه امريكا الجنوبيه الكلام ده كمان منتهي منتهي بشكل كبير جدا لان في اعتقاد الشخص الذي بقى عمليه المدرب او المدير الفني عمليه education للمدرب وفلسفه المدرب شخصيا اكيد بيكون في خطوط عريضه يعني المقارنه ما بين يورجن كلوب على سبيل المثال وتوخل الاثنين المان ولكن الفلسفة مختلفة الأفكار مختلفة وبالتالي المدرسة الألمانية لو جزأناها مش هتقدر تجزأها لكل مدربين الألمان هانز فليك ليه مدرسة مختلفة تماما عن, عن مثلا عن يورجن كلوب وبالتالي المدارس بقت خلاص المدارس آه خطوط عريضة بتتحط المدرسة الألمانية بتعمل إيه الفرنسوية لكن على مستوى المدير الفني أعتقد الإدوكيشن تعليمه فلسفته ثقافته من تكوين الفريق ده شيء مهم جدا جدا انك بتكون فريق عمليه التخطيط للمستقبل احنا عندنا للاسف في مصر عندنا تاخير كتير جدا جدا في عمليه التحضير التحضير للمستقبل ما ببصش تحت رجلي ان انا لازم ابص لقدام على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الانديه على مستوى الانديه ازاي هقول لحضراتكم ازاي سريعا قبل ما نخش في اخبارنا السريعه انا كنت مدير الفني لفريق ليرس البلجيكي في الدوري الممتاز البلجيكي في 2012 2013 الحمد لله كان عندنا مشكله في ان احنا نقعد نصعد هنهبط لكن الحمد لله تواجدنا واستمرينا في الدوري الممتاز البلجيكي قبل نهايه الموسم اتقدم لي فايل ملف كبير جدا عن كل اللعيبه المتواجده في محيط بلجيكا محيط هولندا محيط سويسرا محيط الاكبر على مستوى الافريقي ده السكاوتنج ديبارتمنت الموجود السكاوتنج او عمليه التخطيط اداره التخطيط وعمليه اكتشاف مش هقول لك اكتشاف اللاعبين ولكن بتقدم لك فايل كامل فايل كامل عشان تبدا السنه اللي جايه هتشتغل ازاي مش السنه اللي جايه بس خلال الثلاث سنين هت... اللي جايه هتشتغل ايه عندك نواقص في ايه عندك مشكله في باك يمين ابدا احسها من بدري وابدا احضر الكلام دوت عشان يبقى عندي مشكله يبقى الحل موجود على طول عندي مشكله في سردباك ابدا ابص ولجنه التخطيط تبدا تبص من بدري جدا وتبدا تجيب ارقام وتبدا تجيب اسماء من المحيط لو نتكلم على مصر يبقى عندك لازم سكاوتنج على محيط مصر من الدرجه الاولى ومن الدرجه الممتاز به او الممتاز الف و لازم يكون عندك ده على المحيط الاقليمي لازم تكون عندك رؤيه لتونس والجزائر والمغرب من اللعيبه المميزه في المنطقه ديت عمرهم عمرهم قد ايه سنهم قد ايه عضهم قد ايه بياخدوا قد ايه سلوكهم قد ايه كل ده يكون موجود في الفايل على المحيط الافريقي لازم يكون عندك سكاوتنج عشان لما تحتاج لعيب افريقي تجيب واحد مناسب لطريقه لعبك للمستوى اللي انت ترجو بيه انك يكون عندك لعيب افريقي عالي المستوى يقدم شيء جيد جدا لازم ده بيكون من بدري مش انا دلوقتي عند السنه الجايه اه احنا محتاجين راس حرب افريقي طب دور يا عم لا ده في ديبارتمنت شغاله موجوده بتحضر الكلام ده يوم ما المدير الفني انا بقول لحضراتك جالي فايل في حوالي أكتر من 130 اسم لعيب في جنسيات مختلفه في مراكز مختلفه عقودهم قد ايه؟ عقودهم هتخلص امتى؟ وتبدا تنقي إيه؟ انت محتاج باك يمين طب على الولد اللي بيلعب في هولندا في الحته كذا ده عقده كويس ممكن يكون موجود معانا او السيرد باك اللي موجود في سويسرا او الموجود في فرنسا ده بتكلم على مستوى اوروبا هنا في مصر لازم لازم ده يكون موجود على مستوى الانديه خاصه النادي الاهلي النادي الاهلي نادي كبير لازم يكون عندك السكاوتنج ده لازم الديبارتمنت ده يكون موجود مش انا هبص دلوقتي اه ده احنا اه ده علي معلول احسن ظهير شمال جه على مستوى تاريخ مصر والنادي الاهلي لكن مين البديل هل محضر من سنه ونص لما اه علي معلول 36 سنه بيقدم مستويات رائعه ما عندناش اي مشكله لكن كمان ثلاث سنين هل عندك البديل لازم الكلام ده يكون شغال من سنتين ثلاثه عندك ديفو في الحته الفلانيه في البوزيشن دوت لازم اكون شغال عليه من سنتين وابدا ابص عشان لما اجي دلوقتي يكون عندي اكتر من لعيب عندي اكتر من عرض موجود قدامي وابدا اختار اللاعب المناسب في المكان المناسب دي عمليه التخطيط المناسبه على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخبات كلنا منتظرين وانا عندي ثقه كامله في مجلس اداره النادي الاهلي والقائمين على اختيار المدير الفني للنادي الاهلي القادم اعتقادي الشخصي من اللي بسمعه مش معلومات لكن بسمع ان خلال ايام هيتم الاعلان عن هذا المدرب كلنا ثقه في الاداره ولجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يكون زي ما بقول لحضراتكم اللي بيجي النادي الاهلي النادي الاهلي هو اللي بيدفله على مستوى السي في على مستوى البطولات زي ما شفنا مع طبعا مستر موسيماني ان شاء الله باذن الله كل التوفيق في الاختيار اللي جاي وتكون بدايه مشروع بدايه مشروع دايما بنتكلم والنادي الاهلي بيتكلم على مشروع مش مدرب جاي يقعد سنه ونص او يقعد سنه لا بنتكلم على مشروع يكون مشروع ان شاء الله يليق باسم النادي الاهلي وبطولات اللي جايه ان شاء الله تكون في دولاب النادي الاهلي طيب سريعا بقى نروح لاخبارنا السريعه قبل ما نخش على الصحافه العالميه بنيسيوس طبعا نجم ريال مدريد يعني خلاص رئيس ريال مدريد تم التجديد عقده مع النادي الملكي. عقد فينيسيوس هينتهي ان شاء الله في 2024. طبعا رومانو طبعا خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال سيوقع فينيسيوس على عقده الجديد مع ريال مدريد الذي يمتد ل 2027 في الايام القادمه. فينيسيوس طبعا كان عايز التوقيع مع ريال مدريد حتى 26 لكن طبعا سيمد التجديد ل 27 كمان اضاف رومانو ان فينيسيوس هيوقع مع طبعا ريال مدريد لمده موسم اضافي بناء على طلب شخصي من بيريز طبعا لتكون مده العقد خمس سنوات بعد ما كان طبعا فينيسيوس بيقول اربع سنوات كفايه لكن هيمضي على خمس سنوات بيريز كمان قال تجنبا للمشاكل المستقبليه وافق طبعا فينيسيوس على هذا العقد تقارير اسبانيه كمان بتقول ان ريال مدريد هترفع عقد فينيسيوس من ثلاث من 3 مليون يورو ليصل الى 10 مليون يورو بالموسم ضمن اعلى الرواتب في ريال مدريد. طيب اكيد لعيب مميز جدا يستحق عمل يعني بطوله خاصه بطوله الشامبيونز ليج على اعلى مستوى ويستحق هذا لعيب صغير في السن عنده قدرات كبيره جدا جدا يوقع عقد لمده اربع او خمس سنوات لي عشرين مع الملكي طيب نروح لتشيلسي النادي تشيلسي اعلن بشكل رسمي تحني تنحي طبعا بروس بيك ده رئيس النادي يعني منصبه بعد طبعا ادارته للنادي لمدة عشر سنة وبعد التقرير قالت ان بروس مستمر كمستشار للنادي الانجليزي طبعا بروس تولى المنصب كرئيس للنادي بعد استحواذ الروسي طبعا رومان براوموفيتش رئيس النادي السابق او صاحب ملكيه تشيلسي السابق على ملكيه النادي في 2003 وبصراحه جعل يعني هم يعني الفريق اصبح واحد من افضل الانديه على مستوى كره القدم في العالم واصبح علامه طبعا علامه تجاريه معترف بها عالميا يتبعها طبعا الملايين يعني حقق تشيلسي 18 لقب محليا وقريا ودوليا خلال فتره بروز بيك مع ابراموفيتش طبعا يعني في يعني 19 سنه من النجاحات الكبيره جدا والبطولات كبيره جدا جدا فاز طبعا البلوز طبعا كمان بدور السيدات لمده 12 12 لقب زي ما بقول لحضراتكم يعني رئيس رئيس النادي خلي بالك بتختلف شويه المناصب يعني رئيس النادي هناك بيكون يعني ليه علاقات شويه بالتعاقدات لكن طبعا 19 سنه بروس بيقضيها مع تشيلسي ولكن انتهت علاقته بتشيلسي على مستوى الرئاسه ولكن كمستشار رياضي لهذا النادي هو مستمر بشكل كبير. طيب كمان ريتشارد ارنولد الرئيس التنفيذي لفريق مانشستر يونايتد يعني يعني عنده شويه مشاكل هو اجتمع مع يعني بعض الناس وبعض مشجعي المان يونايتد مش سعداء هو بيناقش معاهم مستقبل النادي بعد طبعا عالم يعني الاحتجاج كان على مستوى الجماهير كان الاحتجاج كمان خارج منزله ارنولد يعني قال للمجموعه اللي كانت متواجده خارج منزله ان النادي يعني او المجموعه بتقول له هو ليه النادي بيحرق فلوسه في تعاقدات وفي بعض اللاعبين غير المجيدين للمان يونايتد ويعني بيقول ان هناك اموالا متاحه للمدرب الجديد اريك هانج يعني ايقاف هذا النزيف والقدوم بلاعبين جدد على مستوى المان يونايتد عايز اقول لحضراتكم ان التعاقدات الجديده كان طبعا هناك تسويه مع بول بوجبا زي ما حضراتكم عارفين ان هو هيروح لليوفنتوس وبعض اللعيبه زي يعني اخوان ماتا كمان من ضمن اللعيبه اللي هيتركوا النادي بعد انتهاء عقدهم زي ما حضراتكم شايفين احتجاجات احتجاجات على الاسعار على الاسعار اللعيبه والمبالغ الكبيره جدا جدا اللي صرفها المان يونايتد خلال السنوات اللي فاتت وكانت طبعا المحصله محصلة صعبة جدا محصلة صفر يعني واحنا نوهنا من خلال هنا المحترف ان الارقام الكبيرة جدا جدا اللي بتدفع في المان يونايتد لاستقدام لاعبين على مستوى عالي زي ما بقول لحضراتكم مش المال بس وقارنا هذا المستوى وهذه الاسعار او هذه الاموال بما انفقه يورجن كلوب على ليفربول وشوفوا النتيجة في الاخر ايه؟ اين المان يونايتد خلال السنوات اللي فاتت وليفربول فين؟ فعايز اقول لحضراتكم ان كمان مشجعي اليونايتد كان عندهم ثوره كبيره جدا وطبعا في يعني الفتره اللي جايه في اداره هولنديه على الاداره الفنيه وطبعا كل الناس بتتوقع تحسين الصوره بالنسبه للمان يونايتد خلال السنوات القادمه. طيب من اليونايتد نروح لنجم برشلونه طبعا اللي بيستعرض مهاراته في غانا طبعا النجم برشلونه ميمفيس ديباي اظهر مهاراته في مباراه كره قدم خيريه بيزور طبعا لغانا حضراتكم عارفين ان والده من غانا وطبعا يعني اللعيب الهولندي الدولي والده من غانا هو بيقود العديد من المشاريع المجتمعيه في الدوله الواقعه في غرب افريقيا وكمان بيزورها بانتظام. في رحلته الاخيره تم دعوته للعب مباراه وديه على الارض طبعا اكرا جانبا الى جنب مع زميله الهولندي كوينسي ومن الواضح ان طبعا زي ما حضراتكم شايفين مباراه يعني على مستوى على مستوى المهارات على مستوى الفنيات لعيب كبير وموجود في غانا وبعض الناس بتتفرج على هذا اللاعب الكبير وزي ما بقول لحضراتكم بتبقى في شكل من الاشكال الخيريه كمان يعني في هو والده من غانا عنده مشروعات خيريه هناك في غانا وبالتالي منفذ ديباي بيزور غانا باستمرار وبيس يعني مباراه كده حبيه وديه طبعا بيبين فيه مهاراته الكبيره طبعا منفذ ديباي من اللعيبة المميزة جدا جدا على مستوى برشلونة وعلى مستوى طبعا المنتخب الهولندي عندنا كمان النهاردة يعني ضيف مهم جدا سعيد علي هيتكلم معانا على كل الملفات اللي بتكلم مع حضراتكم فيها هنتكلم عن مباراة القمة بين النادي الأهلي والزمالك وما هو قادم للنادي الأهلي كمان هنتكلم على الميركاتو بالنسبه لعبتنا المحترفه ونتكلم كمان على كاس العالم، لكن تعالوا مع بعض سريعا نشوف اهم العناوين والصحف العالميه قالت ايه في المحترف. يلا كالعاده هنبدا من اسبانيا جريده ماركا الاسبانيه اللي طبعا اهتمت يعني بصعود فريق جيرونا للليجا بعد الفوز على تنريفي 3 واحد في اياب ملحق السعود وكتبت جيرونا يصعد. كمان اهتمت الصحيفه بتتويج فريق برشلونه لكره اليد بدوري ابطال اوروبا للمره العشرة في تاريخه في انجاز شارك فيه طبعا لاعب منتخبنا الوطني وابن النادي الاهلي علي زين، بنقول لعلي زين الف مبروك ودايما يعني على المستويات العالميه والاوروبيه علي زين اول سنه مع برشلونه بيحقق هذه البطوله الكبيره الف الف مبروك. لسه في اسبانيا مع سبورت الاسبانيه طبعا اللي نشرت صوره لاحتفال زي ما بقول لحضراتكم فرقه كره اليد بنادي برشلونه واللي كان طبعا ظاهر فيها نجمنا المصري علي زين وكان طبعا علم مصر كمان بيرفرف كتبت الصحيفه واهتمت الصحيفه باللاعب فرانك دي يانج كمان لاعب برشلونه وكتبت دي يانج يملك مفتاح مستقبله طبعا حضراتكم عارفين ان دي يانج مطل... يعني مطلوب بشكل كبير جدا في المان يونايتد وطبعا دي يانج من اللعيبه المميزه جدا في برشلونه ولكن في اعتقادي الشخصي اقترب كثيرا من البريمير ليج والمان يونايتد. طيب نسيب اسبانيا ونروح لانجلترا تحديدا الزن الانجليزيه اللي اكدت على انتهاء انتر ميلان من حسم صفقه طبعا لوكاكو لاعب تشيلسي وكتبت انتر ينهي صفقة صفقة لوكاكو حضراتكم عارفين لوكاكو طبعا كان موجود يمكن الموسم اللي قبل الماضي في الانتر وفاز معاه بالليجا او بالسيريا اه ولكن عودته الى تشيلسي لم تكن موفقة وكان في بعض المشاكل مع المدير الفني توخل آه دلوقتي خلاص لوكاكو بيعود مرة تانية الى السيريا اه وايضا الى آه انتر ميلان لطبعا الاشتراك في مسابقة الدور الايطالي بعد مش هقول اخفاق ولكن عدم توفيق في موسم الماضي مع تشيلسي طيب يلا بينا على فرنسا ونروح لصحيفة الكيب الفرنسية صحيفة الكيب اهتمت الصحيفة طبعا بالصراع القادم حاليا بين رئيس الاتحاد الفرنسي وكليم بابي كتبت على لسان الجراند ان يزداد في توتر واضح جدا لكن كمان على مستوى يعني ان بنتكلم بابي خلاص حدد مستقبله خلال السنوات القادمة ل 2025 وتواجده مع باريس سان جيرمان والتخلي عن الحلم مؤقتا والانتقال لي إلى الريال مدريد طيب نروح لإيطاليا وكوري دي سبورت الإيطالية اللي يعني ركزت كمان على الترانسفير في إيطاليا وكتبت لوكاكو تم الاتفاق على الانتقال إلى تشيلسي مقابل 10 مليون وأضافت يا كمان اليوفنتوس ينتظرنا ماريا دي نابولي يتقدم طبعا للتعاقد مع لاتسيو وكمان زي ما بقول لحضراتكم كل الصحف كل الصحف الايطاليه تتكلم على لوكاكو بصراحه الارقام اللي كانت بتدفع يعني هو راح ب 10 مليون وكان جايب ب 100 مليون طبعا ارقام كبيره جدا جدا وزي ما بقول لحضراتكم حتى على مستوى الصفقات الكبيره اللعيبه الكبيره هل هيخش في الترس هل هيخش ويفيد ويفيد النادي حتى لو كان مستواه أكتر من رائع في بعض الأندية الأخرى، مثال رائع لوكاكو مكسر الدنيا مع الإنتر واخد واخد السيريا آه يعني مع كونتي بيروح إلى تشيلسي اللي كان طبعًا تشيلسي في طبعًا في مستوى أكتر من رائع ولكن يصطدم بتوخل وبعض المشاكل على المستوى الفني على المستوى الشخصي ما بينه وبين توخل وفي النهاية بيرجع تاني لوكاكو إلى الإنتر. طيب عندنا فاصل سريع بعد الفاصل نستقبل ناقدنا الرياضي المتميز سعيد علي انتظرونا اهلا بحضراتكم مره تانية برحب بضيفنا النهارده في المحترف الناقد الرياضي المتميز سعيد علي عشان نتكلم في كل ملفاتنا النهارده ملفات مختلفه شويه هنتكلم يعني خارج الصندوق شويه وهو يعني متميز في كل الملفات سعيد مساء الخير عليك مساء النور عليك يا كابتن هاني اهلا بحضرتك واهلا دايما بكل متابعي قناه الاهلي منورنا سعيد وبعض الملفات اللي خارج الصندوق النهارده هنتكلم عليها بالتفصيل لكن خلينا نتكلم سريعا ورؤيتك لمباراه النادي الاهلي امام نادي الزمالك امبارح والتعادل 2-2 يعني يمكن مش هضيف كتير عن اللي انت قلته يا كابتن هاني لخصت الامور بشكل مختصر جدا في مثال عظيم جدا ان انت كان عندك فرصه تخلص على المنافس بشكل قاتل كان مستسلم ومستأنس بشكل كبير جدا جدا، نزلت قوي جدا ورحت وسجلت وفرص كتير، لكن ضيعت على نفسك الفرصة، آه مع الوقت آه آه شعرنا إن, إيه إن المنافس لقى فرصة يعود في المباراة، ابتدى لعيب الأهلي يشعروا بالخطر في اللحظة دي، يعني للأسف الشديد إحنا إمبارح لعبنا لما كنا تحت ضغط فقط، يعني لما كنا محتاجين نسجل عشان نتقدم سجلنا، ثم لما تأخرنا في النتيجة اكتشفنا ان احنا محتاجين نسجل تاني فاحنا لعبنا تحت الضغط فقط، كان نادر اهلي قادر الشوط الاول على اقل تقدير اه يستغل الاخطاء الكتير اللي وقع فيها المنافس في الشكل الرسمي التكتيكي والاخطاء الفرديه وحاله الخوف اللي كانت حاصله اه اه وظهرت في قرارات فرديه كتير جدا للاعبين داخل الملعب، كنا قادرين بكل اريحيه نطلع الشوط الاول 3-0 لكن للاسف الشديد بعض اللاعبين ما في حالتهم امبارح، التركيز كان قليل، كان في انانيه انا شخصيا وصفتها في بعض الحالات انانيه مفرطه يعني ممكن البعض بيحب يقول ان انا في افضل حاله متواجد وطبعا مهم ان يكون في الطموح لكن ده اثر على الشكل دايماً الجماعي دايما احنا متعودين سعيد واحنا كنت لعيب والحمد لله كان يعني ليا خبرات كبيره جدا جدا في الوقت اللي اللعيب بيحب يثبت نفسه ان هو كويس بتيجي نتيجه عكسيه صحيح حتى على المستوى الفردي لو اثبت نفسه على المستوى الجماعي وبيظهر بشكل افضل يعني صحيح دي جزئيه، الجزئيه الثانيه عايز اتكلم معاك فيها عمليه كابتن طبعا سامي قمصان شفت ادارته ازاي للمباراه وفكره ان فكره ثقافه الشعب المصري عامه دلوقتي بغض النظر عن مباراه امبارح ثقافه الناس اللي هي بتتكلم ان ان لسه اللعيب مثلا يعني عنده 23 سنة أو 22 سنة وبنحط بنحطه تحت بند لعيب ناشئ يعني ما بتكلمش على ما أثير في إن النادي الزمالك كان بيلعب بالناشئين أو أو دي 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 لا بتتكلم عن ثقافة أكبر, أكبر من إن إحنا نتكلم في الموضوع ده صحيح لكن بنتكلم على إمتى إمتى الثقافة دي توصل لنا إن اللعيب اللي عنده 23 سنة ده لعيب المفروض يلعب مع منتخب مصر يكون عنده ماتشات دولية كتير ويكون لاعب عندنا في عز تألق أمثلة كتيرة جدا في عز تألقه في السن ده يعني, السنة يعني. إيه. تقريبا نغير ده ازاي يا سعيد يعني ازاي نغير هذه الثقافة يعني طيب هتكلم معاك في الجزئية الأولى كابتن طبع. طريقة إدارة كابتن سامي قمصان للمباراة ونروح لنقطة اللي أثيرت أمس حوالين الشباب والناشئين يعني في البداية خلينا أقول إن كابتن سامي فكر في ان الجمهور الأهلي بيحب الكرة الهجومية أو متشوق جدا إن هو يشوف فريق بيلعب بشكل هجومي جدا اختار أفضل أو أو أكثر 11 لاعب عندهم النزعة الهجومية النزعة الهجومية كانت غالبة عليه في كل اختياراته في التحديد في اختيارات لعيب الجناح اختار اثنين أدوارهم الهجومية أكبر بكتير من الأدوار اللي فيها توازن ما بين الدفاع والهجوم أو حتى انهم يكونوا اقرب لعمليه التطوير الهجوم من نص الملعب فاختار بيرسي تاو اختار احمد عبد القادر اختار كل الحلول الهجوميه من البدايه فهو كان غالب على فكره ان انا ههاجم بكل قوتي من بدايه المباراه، لكن انا في تقديري الشخصي الاعتماد على, على بيرسي تاو في هذا الظرف كان مفاجاه وكان قرار يعني في تقدير خاطئ، ليه تقدير خاطئ؟ لان بيرسي تاو في الفتره الاخيره بيعاني حاله لا ثقه، يعني انت كابتن طبعا عارف ده كويس جدا ان اللعيب لما يعني يفتقد الثقه تماما ما هو، من حالته الذهنيه وكل قراراته يعني بتبقى فيها كتير من الاخطاء. فبالتالي انا شفت كان اقرب لهذه المباراه طاهر محمد طاهر اللي هو أفضل لعيب الجناح في الأهلي آخر شهرين بيمشي بشكل كويس لدرجة إن موسيماني لما قرر يكثف عدد مهاجميه في نهائي أفريقيا أمام الوداد ما ضحاش بطاهر محمد طاهر يعني رجعه باك رايت لأنه شايف انه هو أفضل لعيب الخط الأمامي في الملعب فكان لازم استغل الحالة دي وكان لازم طاهر يبقى بادئ المباراة أعتقد كنا قادرين وقتها إن إحنا نتقدم في النتيجة لكن هو لحق الامور بتغييرات دخول صلاح وطاهر وان كان دخول طاهر ايضا ما زلت شايفه متاخر شويه لكن التغييرات التغييرات تغييرات في اعتقاد الشخصي كمان تغييرت محمد هاني ورجوع حسين الشحات كباك يمين مع اضافه صحيح. عنصر امامي زي طاهر محمد طاهر كان ليها وصلاح محسن كان كان يعني صلاح محسن ليه وانا انا اتمنى يا كابتن اتمنى لان صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وصلاح اكتر في 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 المنطقه دي بيبرهنوا على فكره ان الجناح يا جماعه لازم يكون عنده الفاعلية على المرمى يعني مهما كنت أنت حضرتك بتقوم بأدوار مهمة خارج الصندوق وتحت وفوق وتدوير واستحواذ وكل اللي أنت عايز تقوله لو ما كنتش تمتلك الملكة التهديفية <applause> <applause> يبقى أنت, انت هنا عندك قصور كبير فأنا بشوف من هنا أن صلاح محسن لاعب يستحق فرص أكتر لاعب يستحق ان هو يتواجد بشكل اكتر الفتره الجايه لانه و فعليا وده اللي عايزينه الفتره اللي جايه ودايما احنا دايما بنكون كجماهير النادي الاهلي دايما عندنا <applause> ثقه في لاعبتنا مهما كان ودايما ما بنحبش برضه خلي بالكم نحط برضه بعض الاعذار لكن هنا يعني هناك اعذار ممكن جدا نقول الاجهاد ممكن نقول كذا ممكن نقول كذا لكن احنا متعودين هنا في قناه النادي الاهلي وفي النادي الاهلي ان احنا بنواجه نفسنا بشكل كبير بس هو موجودة آه موجود يا كابتن موجود طبعا يعني فتحي بيتصاب يعني بيتصاب ليه؟ انا, أنا بقول لك هو موجود صحيح؟ عمليه الاجهاد موجوده اللعيبه عندها مباريات متتاليه بشكل كبير جدا خاصه اللعيبه الدوليه كل ده كل ده نحطه على جنب ولكن تبقى طبعا طموحات النادي الاهلي دايما هي الفوز وانا متوقع ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله هتكون يعني مستقره على المستوى الفني على المستوى البدني كمان على مستوى البطولات عندنا بطوله الدوري عندنا كاس كاسين ان شاء الله باذن الله كل توفيق لفرقتنا في القادم تعالى انا وانت بقى نروح للعالميه شويه تمام وخلينا أنا, انا قبل ما اروح على ممكن اختم في المنطقه آه دي طبعا. اللي هو انا برضو عايز اطمن الناس احنا رح... ليه ليه رايحين للافضل لان زي ما انت قلت النادي الاهلي ما بيروحش للاعذار اولا هو في البدايه بيعمل الاصلاح الداخلي يعني اول حاجه حصلت بعد في روكيا ايه النادي الاهلي عمل اجتماع مع الجهاز الفني حط تصور مجلس الاداره حط تصور لبعض التعديلات لما ما توصلش الاتفاق اجرى تعديل داخلي وفي نفس الوقت في ملف التعاقدات بيصير بشكل جيد يبقى اذا هنا مجلس اداره الاهلي ما ركنش الهزيمه لاسباب اخرى، لا ده هو بيدور على اصلاح داخلي اولا صحيح ثم هو شايف حقيقي اخطاء كارثيه وحاله تصل لا التامر واضح لما يكون داخل بيتك داخل بيتك حد بيحاربك يبقى هنا لا في تامر، ما حصلتش في اي مكان في العالم ان اتحاد كرة بيخفي عن نادي خطاب بيقول له تعالى استضيف البطوله ما حصلتش، فهنا لا انت هنا واضح ان في شخصنا للامور واضح ان في محاوله للعرقله فكان مهم يكون في مؤتمر نوضح فيه عشان نوقف في اللي جاي اي محاوله لكن احنا قبل ما نعمل ده وقبل ما نقول ان في اخطاء وفي تامر حصل احنا رحنا للاصلاح الداخلي احنا فعليا بدانا الاجراءات وهنا ده اللي بيقولك الاداره الواعيه اللي ما بتركنش على شماعات لا هي عارفه هي واقعه فين لكن في نفس الوقت عارفه الخطر الخارجي اللي بيحيط بيها وعارفه ازاي توقفه فده بيخليني واثق جدا ومطمئن تماما ان الاداره الحكيمه اللي عندها الوعي ده قادره انها تروح لمكان افضل أنا كتير انا جداً. انا كمان بايدك في ده لان كان في ملفات شائكه جدا خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا يعني وإدارة ونجحنا فيها جدا واحنا ما زلنا فيها ولكن بصراحه بتتحل بشكل فيري بروفيشنال بتحل بهدوء كمان وده مهم جدا والدليل على كده بطولات النادي الاهلي خلال صحيح. السنه ونص اللي فاتت طيب تعالى <applause> نبدا انا وانت ب بي... آ... يعني ما قدمه لاعبتنا المحترفه وخاصه في البريمير ليج آ... الموسم الماضي وهبدا معاك بمحمد صلاح اكيد محمد صلاح آ... على المستوى الفردي قدم مردود اكتر من رائع آ... على مستوى المنتخب الوصول لاقصى مدى ولكن لن يتحقق الهدف شفت ازاي مشوار محمد صلاح في موسم 21 22 يعني انا شفت محمد صلاح في موسم واحد 21 يعني ربما قدم افضل مواسمه على الاطلاق يمكن رقميا انطلاقته مع ليفربول هتشوفها فيما يتعلق بتسجيل الاهداف وصناعه الاهداف اللي دايما الزاويه للجمهور والناس بتروح لها كان اعلى من الموسم ده لكن ليه الموسم ده بالتحديد يا كابتن هاني نقدر نقول ان محمد صلاح افضل موسم على الاطلاق لانه لما يسجل 31 هدف ويصنع 16 هدف في المرحله اللي كل الخصوم بيبنوا التكتيك الخاص بتاعهم على ازاي توقف محمد صلاح وان دايما هو اللاعب المحاط باثنين وثلاث مدافعين وانه يجي في اهم المباريات الفعله يكون دايما طوال الوقت اخطر لاعب يعني في في كل المباريات امام مثلا مانشستر سيتي الذهاب اياب هذا الموسم ازاي محمد صلاح كان مزعج ومرعب بشكل اللي هو يعني يعني أنا شفت في الموسم ده لاعبي مانشستر سيتي ولاعيبه اسكيه جدا بحجم برناردو سيلفا بيتخضوا بيقعوا متخضه أيه. قدام محمد صلاح ازاي في مساحه ضيقه امام اربع لاعبين بالقرب من خط التماس محمد صلاح امتلك الهدوء الكامل ثم الذكاء الكبير في انه يخترق اربع مدافعين ويسدد من زاويه مغلقه والامر ده قرره مره واثنين وثلاثه فهنا شفنا محمد صلاح وصل لاعلى مراحل النضج والوعي في اتخاذ القرارات داخل الملعب فبالتالي تتويجه بكل الجوائز الفرديه السنه دي يعني يستحقه تماما كونك ان انت تحظى بثقه الجميع وخاصه الجائزه الاخيره الخاصه باختيارات اللاعبين لما اللاعبين هم اللي يقولوا ان صلاح هو افضل لاعب في البريمير ليج فخلاص انت قفلت المنطقه دي وخليني اقول ان هو اعظم موسم لصلاح لانه انتصر على مطب نفسي صعب جدا كلنا بنقع قدامه احنا في مراحل ما في حياتنا بنواجه صعوبات نفسيه بتوقفك بتعطلك صلاح واجه ده بعد نهاية امم افريقيا ثم خروج من كاس العالم من العالم بضربه جزاء صلاح بيهدرها صلاح اللي ما بيهدرش ابدا ضربه جزاء فيجي يتحمل عبء اكبر هنا اي حد ممكن يقع بجد اي حد لاعبين كتير جدا ميسي بيستسلم في اوقات كتير ويبقى بيتعامل بحاله احباط لكن هنا صلاح هزم كل هذه المطبات وانتصر فيعني في الحاله الاراديه اللي تميز بيها محمد صلاح هذا الموسم اوصلته في نهايه الامر انه فعلا يقف في هذه المنطقه وان هو متوج بكل الارقام الفرديه يمكن الحظ عنده في نهايه دوري ابطال اوروبا رغم انه كان بيقدم مباراه هي افضل مبارياته طبعا طبعا لا مش بس افضل مباراه صلاح ده ربما افضل مب... يعني صلاح يعد ما بين افضل لاعبين لعبوا نهائي ابطال اوروبا على مدار تاريخه يعني لما لاعب يسدد على المرمى ست مرات في نهايه دوري ابطال دي ما حصلتش في تاريخ الابطال منظومه الفريق كانت متراجعه شويه لكن هو ما كانش متراجع كان قريب جدا من التسجيل يمكن كان صلاح بيواجه كورتوا فقط يعني يعني صلاح تفوق على كل لاعبي ريال مدريد في كل المساحات باستثناء كورتوا هو اللي قدر يخلق التفوق لفرقته كان ينقصه فقط التتويج الجماعي لو توج محمد صلاح بالتتويج الجماعي لكن احيانا يا كابتن خليني اقول ان التوفيق بيغيب عنك احيانا لكن في اوقات كتير بيديك يعني صلاح في اوقات ما بيبقاش في افضل حالاته كده لكن بيبقى موفق بيسجل بتروح للكرة في مناطق مرتاحه جدا فبيروح لك فهي في النهايه في النهايه صلاح بيجني ثماره بيقف في المنطقه اللي هو يستحقها فعليا اتمنى ان هو الموسم اللي جاي يبقى عنده القدره على اكلمك على الموسم اللي جاي وطبعا كمان صلاح لكن خلينا نتكلم هاخد جزئيه دقيقه بالظبط يا سعيد دايما محمد صلاح أنا بالنسبة لي بيكون يعني باخده من منظور مختلف شوية، ودايماً بطبق اللي بيعمله محمد صلاح هو ما يحدث للكرة المصرية. هل محمد صلاح خلال مشواره الرائع في ليفربول كان صدفة؟ لا ما كانش صدفة. هل كان في تخطيط؟ أكيد مليون في المية كان في تخطيط. هل كان في تضحية؟ مليون في المية في تضحية وتضحية كبيرة جداً جداً. إنك تشتغل على نفسك، أولاً دايماً بقول إن النجاح يبدأ منك انت جواك انك تشتغل على نفسك ديني مره واحد محمد صلاح اشتغل على نفسه كتير جدا من نواحي البدنية وكلنا شفناها من نواحي الفنيه وكلنا شفناها اشتغل على نفسه بشيء اكثر من رائع وبشيء علمي هل كان في طريق مخطط يعني متخطط لمحمد صلاح اه كان في طريق متخطط لمحمد صلاح وفي اثناء هذا التخطيط كان في مطبات بس ازاي هو قام من المطبات ديت ازاي محمد صلاح قام من هذه المطبات وده دايما بتكلم لو كان محمد صلاح هو مشروع لنفسه فاحنا ناخد من محمد صلاح ويبقى ده مشروع للكره المصريه ناخد جزء كبير جدا مما قدمه محمد صلاح لنفسه ولبلده ونبدا نطبقه علينا بدايه من بدايات محمد صلاح اللي ما كانش حد يتصور في الدنيا ان محمد صلاح او يخرج من عندنا هنا في مصر لنجم يحقق هذه الأرقام الخرافية ويكون دايماً مرشح لأفضل لاعب في العالم وهو أفضل لاعب في العالم، ما كانش حد يحلم بده. ده بيدينا أمل إن احنا مع التخطيط ممكن نوصل للي ما حدش يفتكره، يعني ممكن جداً مصر توصل لنهائي كأس العالم وليه لأ؟ وليه لأ؟ إذا كان محمد صلاح من قرية صغيرة بقى أحسن لاعب في العالم آخر أربع سنين، فليه لأ؟ إن احنا لو لو خدنا بس جزئية التخطيط والبناء اللي عمله محمد صلاح مع نفسه انه بنى نفسه بنفسه وانه مشي مشوار طويل جدا جدا وكان فيه صعوبات كبيره جدا جدا على مستوى مدربين وعلى مستوى خروجه من الدوري الانجليزي للدوري الايطالي ثم رجوعه تحديات كبيره جدا جدا ولكن محمد صلاح استطاع فاحنا نستطيع ان احنا نعمل حاجه للكره المصريه محتاجين شغل زي محمد صلاح ما اشتغل على نفسه لازم احنا كمان نشتغل ونشتغل بقوه ومصر تستحق مننا هذا العمل الجاد لتطوير الكره المصريه، سعيد هرجع لك سريعا لان لسه عندنا كلام كتير جدا لكن نطلع لفاصل سريع ثم نعود للمتميز سعيد علي. اعلن بحضراتكم مره تانيه يمكن في فقرتنا دي هتبقى فقره مهمه جدا جدا كنت لسه قبل الفاصل بكلم حضراتكم عن موضوع التطوير وعن تطوير الكره المصريه وما بين قوسين تطوير اللاعبين وتطوير المدربين ده شيء مهم جدا بيسعى ليه دلوقتي الاتحاد المصري لتطوير المنظومه التدريبيه في مصر بشيء يعني علمي وبشيء مميز وعشان كده كمان معانا النهارده يعني واحد مش غريب عن النادي الاهلي وعاش في النادي الاهلي وكان ليه طبعا تجربة ناجحة جدا جدا مع النادي الاهلي من خلال الادارة الفنية، راينر هولمان المدير الفني السابق للنادي الاهلي، ودلوقتي هو كمان المدير المسؤول عن تطوير المدربين في الاتحاد الالماني لكرة القدم، هير هولمان بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الاهلي. <applause> تحياتي لكم جميعا. وشكرا جزيلا لاستضافتي. طبعا احنا سعداء بوجودك معانا وانا على المستوى الشخصي كمان سعيد بوجودك معانا هنا في قناه النادي الاهلي كمان احد البيوت اللي زرتها وكان ليك ليها تاثير ايجابي جدا على المستوى الفني. هير هولمان هل يعني لسه متابع الكره المصريه بشكل او باخر؟ بكل تأكيد نعم انا اتابع دائما الكره المصريه والدوري المصري واتابع الهايلايتس ماذا يحدث ما هو الشيء الايجابي والشيء السلبي واتابع ذلك بدقه وبكل سرور واتابع دائما مع مع عائلتي واصدقائي الالمان واتابع دائما وليت علاقات وكونتاكتس دائما مع زملائي هنا في مصر اكيد طالما متابع اكيد شفت مباراه او تابعت مباراه النادي الاهلي او مباراه القمه على مستوى الكره المصريه ما بين النادي الاهلي والزمالك شفتها ازاي ده سؤال وكمان شايف خطوات النادي الاهلي في السنوات السابقه كان ماشي ازاي ورؤيتك للمستقبل بالنسبه للنادي الاهلي انا مندهش تماما من اداء النادي الاهلي في هذه في هذا الوقت، اتابع بكل تاكيد ما يحدث في الكره المصريه واتابع الاهلي. انا انا لم اشاهد المباراه بشكل كامل، شاهدت بعض المقتطفات وبعض ال... نعم انا <applause> أرى أن الأهلي ما زال بس بس فريقا بس قوي ويمتلك قدرات ولاعبين على ذات قدرات خاصة بكل تأكيد هير هولمان طبعا أكيد أنت كنت موجود هنا في الكرة المصرية وكان بنتكلم على عصر يمكن جميل للكرة المصرية بشكل أو بآخر دلوقتي في طبعا الاتحاد المصري اعلن الاسبوع اللي فات ان هيكون في تطوير لمستوى المدربين المصريين. عايز اعرف التجربه الالمانيه من خلال تواجدك دلوقتي في الاتحاد الالماني ما هو ما المخطط للاتحاد الالماني رغم ظهور عدد كبير من المدربين الالمان على راسهم يورجن كلوب وتوخل ايه كمان الخطه المستقبليه لتطوير المدربين الالمان اللي انت يعني مسؤول عنها بشكل اساسي وبشكل كبير؟ المدربون الألمان فعلا أتابعهم نعم أنهم مثقفون تماما هناك تدريس وتثقيف وتعليم المنزل بشكل المنزل مستمر في مدينة كل أنا أشرف بنفسي على هذه المنظومة وهذه الخطة المدربون الالمان فعلا على مستوى عالي لانهم يتابعون مسار التطوير لكرة القدم ويعملون على تطويرهم بشكل مستمر على سبيل المثال نأخذ بعض المقتطفات مثلا في أحد المباريات بمشاركة محمد صلاح ونحلل ذلك ونرى ما المميزات أين نقاط القوة أين نقاط الضعف ونأخذ ذلك كدرس ونتعلم ونثقف المدر... المدربين ونسقفهم وندر... كما ذكرت ايضا نفس الكلام يطبق ايضا على اللاعبين هنا في المانيا ليس فقط لاعبين مجرد انهم يمارسون لعبه كره القدم نحن نثقفهم ايضا ونتابع ذلك معهم بكل تاكيد هناك خطه واضحه كيف نعمل على تثقيفهم ونفهمهم تعاليم واساليب كره القدم الحديثه ليس كل شيء يعني بمثابه الشيء الامثل او المثالي هناك بعض السلبيات نعمل عليها ونعمل على تطويرها من وقت لاخر بكل تاكيد وهذا يساعدنا في التطوير وفي تحقيق نتائج ايجابيه بكل تاكيد اكيد طبعا انا عايز كمان اعرف منك لان ده مهم جدا ان احنا كمان في مصر هنا نعرف ازاي بنيتوا قاعده كبيره جدا من المدربين ما بين قوسين مش هقول الشباب لان معظمهم يعني عندنا هنا في مصر بنقول عليهم شباب ولكن صغار السن يعني في مدربين كبار على مستوى الاداره الفنيه البايرن ميونخ في مدرب جرينزمان عنده 37 سنه في كمان على مستوى المنتخب الالماني هانز فليك كيف استطاع الاتحاد الالماني تطوير وتوسيع قاعده المدربين الالمان بهذا الشكل خلال السنوات الماضيه؟ <سؤال> 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 انا اعتقد هنا في المانيا الامر مختلف تماما عن بلاد اخرى المدربين يبدأون باعمار معينه لكي يصبح مدرب لابد ان على الاقل بعد 21 عاما عندما يصل 21 عاما هناك مدربين يبداون مبكرا جدا وعند بكل تاكيد هو هو على سبيل المثال ينضم الى خطه هذه الخطه نضعها هنا طبقا للاتحاد او تابعه للاتحاد الالماني وتابعه للبونس ليجا الالمانيه ونخرج كوادر تدريب الفرق الناشئين بدايه من 21 عاما على سبيل المثال فريق الشباب في كل الفرق في ميونخ وغيرها من الفرق وبعد ذلك يقومون ببعض عمل التدريب ولكن بشك ليس بشكل رسمي كل ذلك تحت التدريب لو أننا نتابعه ماذا يفعله بشكل جيد وإيجابي ما يقدمه بشكل جيد أو ما يقدمه بشكل سلبي نعمل على ذلك نتابع ذلك نحن ونقيم أداء المدربين قبل أن نعطيهم ال الرخصة الرسمية لكي يصبح مدرب الأمر ليس سهل هنا في ألمانيا وهذا من وجهة نظري هو احترام وهذا ما نراه من من تقديم كلوب وتخل على سبيل المثال وجودهم على الساحة وهم يعتبرون ويعدون من أقوى المدربين في العالم ودائما على مستوى عالي وهذا سبيل المثال هانزي فليك ايضا مدربنا مدرب المنتخب الالماني مدرب المانشافت وكان مدرب سابق للبايرن راينا هذا هذه هي الخطه التي نعمل بها هنا في المانيا خطه اكثر من رائعه طبعا وكان من نتاجه طبعا يوجن كلوب توخل وغيرهم من المدربين الكبار وانت كمدير فني كبير وكان عندك يعني خبرات كثيره جدا جدا بالنسبه للكره المصريه والكره العربيه بشكل كبير أم هير هولمان ما ينقص اللعيب المصري للاحتراف في اوروبا انت كنت متواجد فترات طويله في مصر وشفت اللعيبه المصريه ولكن مع وجود محمد صلاح اصبح الامل كبير جدا في خروج لاعبين مصريين من وجهه نظرك الفنيه ووجهه نظرك الشخصيه ايه الذي ينقص اللعيب المصري للاحتراف في الدوريات الاوروبيه وخاصه التوب 5 ليجز الدوريات الكبرى اللاعب المحترف لابد ان يمتلك امور كثيره، الفيتنس على سبيل المثال، اللياقه البدنيه العاليه، المنتاليتي العقليه، الالتزام يتدرب بشكل جيد ويكون ملتزم ويسمع ويتابع ويطور نفسه من وقت لاخر. يـ يـ المستوى الغذائي أو البرنامج الغذائي ينام ينام أيضا بشكل آه، كويس طبقا لبرنامج آه، موضوعي لابد ان يلتزم بكل هذه الامور لكي يطور نفسه من الناحيه البدنيه ومن الناحيه الذهنيه وايضا من الناحيه الفنيه كل هذه الامور لابد ان تكون متواجده في اللاعب المحترف هنا في اوروبا ترى اللاعبين يمتلكون كل هذه القدرات حضرتك كابتن هاني رمزي حضرتك لعبت هنا في البوندسليغا واحترفت لمدة طويلة وتعرف ذلك جيدا كيف تصبح لاعب محترف لابد أن تمتلك كل هذه القدرات لابد أن تعمل على نفسك وتطور نفسك تبقى لهذه أو لهذا البرنامج وتحضر نفسك بشكل كويس جدا يعني برضو من خلال وجودك في مصر هل اللاعب المصري ينقصه الكثير مما قلت دلوقتي من, من على حتى مستوى التطوير البدني والنفسي هل ما زال اللعيب المصري يفتقد لهذه الصفات ليكون لاعبا محترفا في الدوريات الأوروبية؟ اللاعبون المصريون يمتلكون ذلك من وجهة نظري عندما كنت مدرب لنادي الأهلي كنت امتلك لاعبين وكان عندنا لاعبين يمتلكون قدرات رائعه ويلعبون في المنتخب المصري في هذا الوقت ليس ليس هذا يعني ان هناك لاعب مقصر او لا يمتلك هذه الصفات فاذا كل اللاعبون ايضا مقصرون او لا يمتلكون هذه القدرات ليصبحون لاعبين محترفين بي... عند... عندكم في مصر تمتلكون ايضا لاعبون رائعون على مستوى عالي وهذا انعكس بكل تاكيد على النتائج عندما كنت مدرب مع النادي الاهلي صحيح طيب على مستوى لو كنا بنتكلم على مستوى الاحتراف ومستوى الانتقالات بالنسبه للماركات الصيفي عايز اخد رايك برضو هير هولمان انتقال ساديو ماني من ليفربول ووجوده في ليجا. ما اثره على ليجا. وهل بدأ البوندسليجا ليجا وبدأ الدوري الألماني في استقطاب بعض اللاعبين الأفارقة ذو المستوى العالي في الفترات القادمة، رؤيتك إيه لانتقال ساديو ماني لبايرن ميونخ الموسم القادم؟ أنا أرى أن ذلك شيء رائع وهذا فعلاً يعكس بكل تأكيد هذا يتطلب مبالغ مالية كبيرة ما دفع في ساديو ماني هذا مبلغ ايضا كبير قد يصل ايضا ل 40 و70 مليون يورو او عندما راينا ايضا لاعبين انطلق انطلق انتقلوا من فرانكفورت او دورتموند لمان سيتي هذا هالاند ايضا راينا هذا ترانسفير اعتقد ان الفرق الكبيره مثل بايرن ميونخ يمتلكون مثل هذه القدرات وهذه <applause> الاموال لحضور وتدعيم صفوفهم بصفقات كبيره. هير هولمان رؤيتك في المنتخب الالماني من خلال كاس العالم القادمه، هل المنتخب الالماني قادر للوصول لابعد نقطه والوصول للمباراه النهائيه ام لسه قدام بعض الخطوات؟ يمكن طبعا اكيد بعد كمان خروجه من الدور الاول في 2018 وظهوره في اليورو هل المنتخب الالماني جاهز لكاس العالم والوصول لابعد نقطه؟ انا اعتقد اننا نمتلك لاعبين ومنتخب قوي يمتلك بعض اللاعبين ذو الخبرات لاعبين كبار في السن نعم ولاعبين شباب هذا يعكس البالانس والقوه اعتقد دائما نمتلك لاعبين رائعين المنتخب الالماني مع هانز فليك اعتقد اننا سنؤدي في قطر اداء رائع اعتقد قد نصل الى ربع النهائي او نصف النهائي ونمتلك قدرات قويه ايضا تمكننا من الوصول لنتائج رائعه في كاس العالم القادم كل التوفيق طبعا ليك على المستوى الشخصي انا سعيد جدا انك كنت ضيف معانا هنا في شاشه قناه النادي الاهلي هولمان المدير الفني السابق للنادي الاهلي بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا ايضا اشكركم وتحياتي لكم مع مع السلامه شكرا شكرا جزيلا نناقش كل اللي قاله هولمان لكن نروح لفاصل سريع ونرجع نناقش كل القضايا اللي قالها هولمان للكره المصريه مع ناقدنا الرياضي سعيد علي اهلا بحضراتكم مره تانيه بصراحه كان اللقاء اكتر من رائع مع راينر هولمان طبعا مدير الفني سابق للنادي الاهلي ودلوقتي هو المسؤول عن تطوير المدربين الالمان في خطه اكتر من رائعه و يعني اتمنى كمان من الاتحاد المصري لكره القدم انه كمان يكون راينر هولمان على قائمه المرشحين ليه طبعا الاداره الفنيه للاتحاد المصري لكره القدم الراجل عنده خبرات كتيره جدا جدا ودلوقتي هو المسؤول كمان عن تطوير المدربين الالمان ودي مهمه اكيد عنده خبرات فيها بجانب كمان أنه هو عنده يعني يعرف طبيعه طبيعه مصر وطبيعه اللاعب المصري والاجواء المحيطه فكمان اعتقد أنه هو يكون يعني مكسب كبير جدا لو يمكن تم ترشيحه له لهذا المنصب طيب نرجع مع حضراتكم تاني ومع سعيد كلمنا على محمد صلاح وارقام قياسيه في هذا الموسم لكن تعال نروح انا وانت كمان لاحد لعبتنا اللي بيلعب في البريمير ليج هل تجديد تعاقد الارسنال مع محمد النني هيكون دافع لتحقيق ارقام مميزه السنه اللي جايه هل الامور هتبقى بالنسبه له اصعب في عمليه الاشتراك في المباريات شفت ازاي النني الموسم اللي فات. آه خليني اقول لك يا في البدايه ان آه تجديد محمد النني ووصوله مع ارسنال الى هذه النقطه وهذا وعدد السنوات اللي قضاها هناك فده نجاح غير عادي يستدعي ان احنا نقول بكل اريحيه وكل ثقه ان هذا الرجل ايضا فخر لكل المصريين انك تتواجد مع فريق دايما في دايره الصراع على بلاش اقول أنه هو على اللقب لكنه في المناطق متقدمه جدا جدا نادي بحجم ارسنال بشعبيته وجماهيرته العالميه ان تكمل كل هذه السنوات وتختتم عمرك او تبقى قريب قوي قوي من الختام في نادي ارسنال فده نجاح استثنائي مش, مش نجاح عادي خالص وخليني اقول ان محمد النني دايما بيبقى عرض للعرضه للظلم في التقييم، يعني احنا مش شايفينه بشكل كويس لكن الناس ليه شايفاه بشكل كويس؟ ليه ارسنال شايفه بشكل كويس؟ ليه ارتيتا طول الوقت اتكلم عنه بشكل جيد جدا جدا لانه خاصة في ال في يعني الـ في الاسبوع الاخيرة من البريمير ليج هو اختتم الموسم بشكل عظيم جدا شارك بشكل كبير وانا عايز اقول انه في الموسم المقبل بتوقع له موسم افضل لان ارسنال في اليوروبا ليج هتبقى عنده مساحه اكبر للتدوير في التشكيل وحظوظ النين في انه يحصل على عدد دقائق اكتر وعدد مباريات اكبر هيبقى موجود بشكل كبير وحظوظ ارسنال للتتويج باليوروبا ليج هتبقى كبيره جدا لان ارسنال بيلعب كرة حلوه قوي قوي اعلى من مستوى اليوروبا ليج يعني فعليا ارسنال قريب من الفرق اللي بتلعب في الابطال ارتيتا بيقدم الكره الشامله فعليا اللي هي قريبه من جوارديولا وكلوب لكن العناصر عنده يمكن اقل جوده شويه فده هيحقق التفوق النوعي في اليوروبا ليج بشوف ان عنده فرصه عظيمه جدا انه يلعب عدد دقايق اكتر مباريات اكتر يحقق بطوله ان شاء الله بطوله مهمه جدا زي اليوروبا ليج انا برشح ارسنال بشوفه من المرشحين على قوية لهذه البطوله ويكمل مسيره النجاح اللي ابتداها فعليا واللي احنا فعليا آآ آآ بنظلمه لما نقيمه عايز اكلمك في النقطه دي يعني <applause> ايه المعايير التقييم بالنسبه لمحمد النني على مستوى مصر؟ يعني الناس بتنتقده كتير جدا جدا من خلال من خلال مباريات المنتخب بالرغم انه بيأدي اداء أكتر من رائع وكل المدربين كل المدربين صحيح اللي جم منتخب مصر من ايام حتى ما يعني من 2012 بعد المنتخب الاولمبي على المستوى المدربين الاجانب او المصريين محمد النني بيكون عنصر اساسي يعني صحيح شوف يا كابتن هو انا شخصيا بشوف اهم ميزه في محمد النني محمد النني من غير كوره هو بيعمل ايه من غير كوره؟ يعني لو ركزت مع محمد النني طول الوقت وفرقته بتطارد الكوره هو ازاي بيتحرك هو ازاي بيقفل زوايا تمرير هو ازاي يبقى قريب من زمايله مش اي حد يشوف ده يعني يعني دي زاويه فعلا محمد النني بيقدمها بذكاء غير عادي ذكاء عالي جدا 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 دي نقطه النقطه الثانيه هو راجل في ارسنال بيلعب في مركز ستة بيطلع بالكوره من تحت بيغطي المساحات بيقوم بادوار سته تماما احنا هنا بنيجي في مصر فبنقول له اطلع لقدام يا عم الحاج احنا عايزينك في ثمانية عايزينك تقوم بادوار تطوير ده, ده وهو ما بيعملش ده في ارسنال خالص فبالتالي ادواره بتختلف كليا وتماما احنا معتقدين ان لعب في ارسنال فده يجي يعمل لنا الحاجات الكبيره بتاعت الناس الجميله اللي هو مراوغات وحرقات واهداف لا هو مش دي ادواره مش كل الناس محمد صلاح مش كل الناس مهمتها انها تعمل حتى رغب. كان في بعض انتقادات على محمد صلاح في البدايه لازم, هو لازم يرجع يدافع وكان في نشر عظيم يعني كان اختلاف الادوار اكيد بتلعب دور يعني, يعني يمكن انا انصافا اني عايز اقول يعني حاجه مهمه جدا قالها يورجن كلوب يورجن كلوب اللي درب محمد صلاح في عزة اقول وهو بنفس على افضل لاعب في العالم وساديو ماني ودرب اساطير كتير جدا قال ان اذكى لاعب دربه في تاريخه هو فينالدون فينالدون هو هو نفس محمد النني بيسب على السوشيال ميديا من جمهور ليفربول لان يعني هو لما جه ماشي قال انا شايف جمهور في الملعب غير الجمهور اللي على السوشيال طول الوقت بينتقدوني ليه هو هو لما بصوا على ارقام فينالدوم هو لا, 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 لا اكثر صناعه للاهداف ولا اكثر قطع للكره ولا اكثر تسجيل للاهداف ولا اي حاجه بس هو كلوب لما اتكلم عنه او شركات احصاءات اتكلمت قالت ان هو افضل واحد بيحقق فكره التحولات اللي بيقوم عليها يورجن كلوب دفاعيا وهجوميا بيشتغل عليها كويس جدا جدا بنفس اللي بقوله ده هو بدون كره ازاي بيقفل زوايا التمرير هو ازاي بيفسد هجوم الخصم نفس اللي بيقوم بيه اللي اعتقد مع احنا كجمهور ما بنحسش ما بنستقبلش ده لكن المدراء الفنيين والانديه واللاعبين نفسهم جوه الملعب بيبقوا مش باهميه الدور ده قوي يعني عارفين قد ايه دور زميلهم مهم فمن هنا اهميه محمد النني اللي الناس كتير مش حاساها طيب ده كان محمد النني بعد الفاصل كمان <applause> تريزيجيه مصير تريزيجيه هل العوده الى أستون فيلا هل الانتقال للدوري التركي بعد الفاصل <applause> أعلن بحضراتكم مره تانية سعيد <applause> تعالى نروح لنجمنا الكبير تريزيجيه تريزيجيه وفي زي انت بتقول يعني في الفصل في عرض تركي ترابزون سبورت التركي بيقدم عرض طبعا <applause> لشراء تريزيجيه ما قدمه تريزيجيه طبعا السنه اللي فاتت رغم الاصابه ومستقبله شايفه ازاي؟ انا عايز اقول ان يعني تريزيجيه كان غير موفق تماما في انه يصيب في وقت المنحنى آه التصاعدي كان عنده تصاعدي بشكل رائع جدا جدا وكان فعليا تريزيجيه آه بيحظى بثقه الاعلام طبعا صوره اللي طبعا طلب آه, اه الحصول على طبعا خدمات تريزيجيه آه انا براهن على تريزيجيه يا كابتن هنا آه آه مش عارف هو تريزيجيه نفسه او الاداره اللي بتشتغل عليه في انه دايما بيختار القرار الصح يعني لما بيلاقي الفرص بتتعقد في مكان ما وده بيحصل حاليا في استون فيلا اللي دعم بشكل كبير بصفقات كتير ففرصه بتنعدم فبيلاقي القرار او المساحه الصح اللي بيشتغل من خلالها ويقدر يرجع ويتشاف بشكل اكبر وده عمله في اكتر من, من تجربه وخاصه تجربه قاسم باشا طب طب ليه ليه دايما بيروح للدوري التركي ليه ما يكونش الايجنت بتاعه يدور له على نادي في في البريمير ليج يعني خليني اقول ان يعني برضه سؤال طيب خليني اقول ان هو كثره الاصابات ما خلتوش وصل للمستوى اللي يحفظ له دايما انه يفضل في البريمير ليج، يعني بمعنى ايه هو بيصل لمستوى معين ما بيلحقش يعمل الاستمراريه، ما بيلحقش يعمل الثبات اللي يخلي الناس شايفاه بشكل قوي، فبيبتدي يرجع يبني من البدايه، وعشان تبني شويه ما فيش المساحه دي، الدوري الانجليزي قوي بشكل ما يعني لو ما كنتش انت فايق قوي طول الوقت ما تلاقيش مساحه، وده اللي وده اللي خلى رمضان الصبح رجع ما قدرش يكمل ان هو آه ما كانش قادر يطلع عالي جدا آه يعني طبعا فتريزيجيه بيختار مساحه يقدر من خلالها كابتن اولا اولا ماديا بيحظى بتقدير عالي جدا يعني النهارده لما نشوف التقرير الرقم اللي بيتكلم عنه تريزيجيه هيصل ل 2.2 مليون يورو سنويا واعتقد ان الراتب ده ممكن ما يحصلش عليه في استون فيلا يعني يعني رواتب في, في البريمير ما ما يعني ما يعني التقرير قالت انه عايزين يشتروا ب 4.5 مليون يورو آه. سنة سنوي 2.5 مليون يورو في السنه فده راتب رائع جدا 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 فانت بتحقق مطالبك الماديه وانت قريب من ال 30 وثانيا انت رايح لدوري اسهل بتستطيع انت كتريزيجيه تلاقي نفسك فيه اكتر لان جودتك اعلى من اللي حواليك وده حصل في ارقامه في التجربه الاخيره الاعاره الاخيره لما سجل سبع اهداف وصنع اربعه وسجل سته وصنع اربعه في 13 مباراه فقط اسهم في 10 اهداف فده رقم كبير جدا. ثانيا انت رايح لفرقه من المفترض ان شاء الله هتلعب تصفيات دوري ابطال اوروبا وعندها الفرصه انها تتواجد في دوري ابطال اوروبا او لو ما تواجدتش فتروح لاوروبا لي ليك فهتلعب في بطوله اوروبيه ده يحفظ لك ان انت موجود طول الوقت بتتطور بتلاقي نفسك مع المنتخب فايق بيرفع من قيمه التسوقية فانا اظن يعني وشايف ان ده اختيار انسب وامثل من فكره انك تروح لمكان تقعد فيه يعني يمكن اكبر خطا ارتكبه رمضان صبحي في حياته انه اختار انديه غلط لما راح فيلد فرقه بتدافع لا تناسب رمضان صبحي بالمره اللي هو لاعب عايز استحواذ وعايز كوره وتقدم قدام <applause> فكان دايما الاداره الخاصه بيه بتشتغل بشكل غلط عشان كده هي النهارده وصلته للمنطقه اللي هو يوفيها اراهم انه يمتلك موهبه اكتر من ناس كتير مصريين موجودين في الملاعب الاوروبيه وقادرين يكملوا فقط بالعقليه وبالاداره الصح اللي هم بيشتغلوا معاها فانا اعتقد ان تريزيجيه عنده اداره ذكيه جدا قادره بتشتغل عليه بشكل كويس ومتوقع له ان ده هيعود عليه بالنفع وهيط... 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 وبالتالي وبالتالي طبعا على منطقة ال... على منتخب مصر طبعا ان شاء الله سعيد دايما بتنورنا وبتشرفنا ودايما تكون فقره مميزه معاك انا اللي بشكرك دايما يا كابتن هاني ودايما الحديث معاك بيخلص بسرعه يعني حبيب. بشكرك شكرا, حبيب. شكرا, شكرا شكرا جزيلا, شكرا جزيلا ليك شكرا والشكر واصل لحضراتكم وان شاء الله معادي مع حضراتكم الخميس اللي جاي في نفس الميعاد وحلقه جديده ويوم جديد من المحترف